السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكاف، وين تستند لحجة، يعني حجة ضعيفة في منح المنتج، نقولوا باللي في منح، يعني نقولوا باللي كيفاش نقولوها، يعني حجة في منح المغرب كان 2025 بعد ما تأكدت هما راهم يزيدوا يمشوا فيها، يعني وين داوها هما بصحتهم، يعني وين خاصة ما ننساوش وين المنتخب المغربي الذي شرف إفريقيا والعرب وشمال إفريقيا بوصوله يعني للنصف النهائي. يعني ويقول لك كنا من الحق، ويقول لك حلمنا باش نوصلوا للنهائي ونلعبوا النهائي كاس العالم. يعني المغرب باقيت لهم 9 دقيقه، وامنا انا واحد من الناس كنت مامن بالقدور تاعهم المغرب يروحوا فينا ويرفدوها. علاش لا؟ ما هي صعيبه، والله ما هي صعيبه كاع. كره قدم اراده، كره قدم رجله، هذا مكان إرادة، وتكون عندك الروح القتالية يعني تولي لعاب. صحيح لا ما عندكش الروح القتالية، لو عندك تكنيسيان، انت تكنيسيان وانت من ومكاش الروح القتالية. تشوف مارادونا كان عنده روح قتالية على وطنه، مارادونا كان عنده روح القتالية، حب الفوز، حب رفع العالم تاع بلاده. تحس واحد كيما في غولي، تحس به واحد كيما بوقره، واحد كيما عنتر يحيى، واحد كيما حليش، واحد كيما قواوي، كيما الشاوشي، هادو كاين واحد اللعابه يعني تحس بهم يلعبوا، ماشي يلعب لك كمناصر كمنتخب، كان يعني واحد صوالح. هذه حقيقه، هذه الصح، رانا نقول لكم هذه هي التوالى، هذه هي وين حسمت الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف قرارها النهائي بمنح شرف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا كان 2025 للمغرب على حساب منافستها الجزائر حسب، يعني ما كشفوا عدة مواقع، يمشي عدة مواقع. هذا رانا نهضروا فيكم، رانا نهضروا عليكم قدام لا يسحبوا التنظيم من غينيا كوناكري، رانا نقول لكم قدام لا يسحبوا من غينيا كوناكري. هذا الخبر قلناه لكم في أوت، وقلنا لكم، وزادت تأكدت المغرب يعني بصحتهم كيف دوزيام دومي فينال. يما كزعقة، والله ما كزعقة والو. هذه قصة نقولها لكم صح، هذه حقيقة. هذه حنايا روحنا دوزيام تور كوب دي موند، درنا أخرى، درنا اسم، وين كل الناس يعني لعبنا مباراة كبيرة أمام ألمانيا، لعبنا بزاف، سبنا شخصية وكلش. جينا حنايا 2014 خرجنا 2015 خرجنا أمام كوتيفوار ديتها، وخرجنا دوزيام تور صح تاع باش يكون على بالك. خرجنا دوزيام تور ما ديناش كوب دافريك 2017، ما ديناش كوب دافريك، خرجنا فيه بريمير تور. بصح شكون اللي داها 100 زوال؟ داها محرز على داها، خاطر انا نعطيكم هذه هدرتها لكم نهار اللي ما داهاش محرز، خاطر الزوجه داها صاني راخو تاعنا، ماني تاعنا تاع السنغال داها. انا هدرت قلت له ودي قضيه تاعك ولا سواء، حتى قال لي تما محرز ماشي جوال، ماشي قضيه محرز ماشي جوال، ما تقلبوش الماء يطلع العقبه، تقلبليش الماء يطلع العقبه. انا نقول لك في كلش يعني كولس، حتى البالون دور كيف خليفي شرا هذاك تاع قطر، شراها الميسي ب 50 مليون اورو، وكشفوها 50 مليون شراها له فيتو. قال بلي في وقتي انايا باري دات زوار تاعها 100 زوار ديموند، هذه هي علي طاوها له. كاين بزاف صوالح، انا نقول لكم ونعاودوا بلي يعني الشرف اللي نالته
المغرب بتنظيم كأس إفريقيا 2025 شارف وهو يعود يعني لتشريف إفريقيا وشمال إفريقيا خويا. لي زافريكان قارم يشوفوا في المغرب، هذه هي هو المرشح القوي لنيل كاس افريقيا فانيكا، مرشح يعني ماشي زعقه، هذه هي هذه تبقى في التيرا. حنا كي نقولوا مرشح كي نشوف كيما هكا في الورق بالارقام وكلش نقول هو المرشح، بصح شتينا تبقى في التيرا، هي تبقى كلش في التيرا، حنا نقولوا كيما بصح يبقى التيرا. وبحسب تسريبات من داخل لجنة يعني الوين، وأكد التقرير موقع ذاته أن الهيئة القارية كاف استقرت شهر جويليا الماضي على تنظيم المغرب للنسخة كان 2025 بعد سحبها شرف تنظيم من غينيا يعني، وقبل فتح باب إيداع ملفات الترشح. يا والله اللي قالها لكم، شوف والله اللي هدرها حسين جناتي قالكم يا جماعة يا ودي قالكم تقلقتوا، قالكم تقلقتوا وبصح تقلقنا، ماشي حنا كنت خلنا ديريكت في الترشحات تاع 27 ديريكت كنت خلناكم بعدنا كاع خات عليك الاخر. قالكم تقلقتوا، حسين جناد كان عارف شنو قالكم تقلقتوا وبصح تقلقنا والله لا بصح. وبحسب يعني التسريبات من داخل يعني وين نقولوا بلي من داخل اللجنه التنفيذيه للكافا ان الاخير يعني وين وبعد تخطيطه لسحب شرف تنظيم من غينيا واعلامه بقرار ابقت الامور سريا لخدمه مصلحه احد الدول يعني الملكه لعضويه نافذه في الهيئه القاريه. يعني غير الاخر كيف لقجع، حنا مش انا نقولوا لقجع يجيب لبلاده يدير كولاسه يحمي في بلاده ويجيب لبلاده، هذه هي كولاسه. انتم ماكم حاسبين بلي كولاسه اش غايدير، راه يحمي في بلاده ويجيب اي حاجه لبلاده، كيما ضربك غادي يستغل يعني. هذه تاع الاي دي سات مازال ما بانت، جات بوركينا فاسو اليوم البارح وقيله ولا اليوم جاو، ما صاو اول وفد تاع يعني جاو يلعب. وبحسب يعني وبحسب الدول المرشحه لاحتضان كان 2025 فان ما سب ذكره يدل على ان الاتحاد الافريقي لكره القدم يعني كان يعني من قبل قد منح يعني الشرف تنظيم كاس افريقيا للمغرب يعني، هذه الا يعني داروا السسبنس هذه من ما يعني عليها عادي جا موتي بي هما على ما بغاوش يعلنوا عليها في مارس. ها موتي بي غادي يجي هنا تاع الاي دي سات زرالي تاع الزرالي تاع اي دي سات، بعد غادي كيجي هنايا فانيك بدا يبيع لهم، يبدا يبيع لهم هاد كاين عندكم منا يلعبها، يشوف اسمه يلعبها مخلوع يلعبها من اوكي روح بليا في الدوره هي شحتك ويا رايحه. خاش قضيه تاع مصالح والاعضاء هادو اللي يجيو اللي منا هادو كاع قضيه تاع مصالح، كاع قضية تاع مصالح كزعقة كاش لي كذب عليك، هذه هي. ومواصلة الحديث عن المؤامرة وين كاف لخدمة مصالح بلد أحد أعضائه البارزين، يعد فوزي لقجع يعني العضو الوحيد في اللجنة التنفيذية الذي يخطط يعني لبلده يعني المغرب في كونس الاحتضان منافسة القارية عام 2025. وبعد الضغط الرهيب الذي مارسته الجزائر في أرض الواقع على هيئة الكاف من خلال تنظيمها العالمي للشان، وجدت الاتحاد القاري حجة ضعيفة لتبرير منحها للمغرب شرف تنظيم كان يعني، واستناد للاتحاد يعني الإفريقي للعبة في قرار منحه المغرب شرف احتضان كأس إفريقيا على حساب ملف الجزائر القوي لبدء أسبقية في التنظيم. هذه هي تاع 88 جزائر 90، والله لا هدرناها فانيك مقبل قلت لكم غادي يقول لكم هاي ها ولا قوانين، هذه هي. وحنا وسيكون اعلان يعني الاتحاد القاري المرتقب لفوز المغرب بشرف احتضان نهائيات كاس افريقيا استناد لمبدا الاسبقيه بمثابه ضربه موجعه توجه الكاب للجزائر حالمين يعني ب بالنسخة 2025، ويا راحت والله لا راحت أنا يعني راحت السوق راح خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم خوتي.